بحاول ربط الاتصال بأستاذ علم الجيولوجيا بجامعة عبد الملك السعدي الأستاذ محمد بن مخلوف. هل أنتم في الاستماع أستاذ الكريم؟ السلام عليكم. مرحبا. أنا لا أسمعك بشكل جيد. لا كنسمعك. إذن يبدو أنك تسمعني وأنا لا أسمعك بشكل جيد. الصوت يصلني بشكل يعني رديء نوعا ما. لا أنا أسمعك. أنا في مراكش الآن. ألو، هل يمكن أن تصف لنا ما حدث خصوصا في مدينة مراكش وأنت تتواجد هناك؟ لا والحمد لله الآن أنا في مراكش وفي نواحي مراكش ترقى. الأمور مزيانة، ما كاينش شي خطر، ما كاينش شي إصابات. وبالنسبة اللي يمكن لي أنا على حسب الجيولوجيا السبب الجيولوجي، كنظن هذا الزلزال كان منتظر، هو له علاقة بالفالق أو لاكسيدون سيدا تلازيك، الفالق الكبير الذي يأتي من المحيط الأطلسي ومغام بأقادير إلى الراشدية، وهذا الفالق الذي أعطى زلزال أقادير ديال 1961. والآن بعد 50 سنة أعطى هذا الزلزال. دوك حاجة طبيعية نووية. علميا هلا أوضحت لنا علميا كيف يمكن تفسير هذا الزلزال، خصوصا وأن قوته ليست بالهينة 7 درجات على مقياس ريشتر، بما للمنطقة من تاريخ في الزلازل خصوصا في أكادير. كما قلت لك هذا الزلزال له علاقة بالفالق الكبير الذي يحد الجبال الأطلس الكبير بسوس، وهو الذي كان سبب زلزال أكادير ديال 1961. أي كما تعرف الفوالق الزلزالية التي تعطي هي كتجمع واحد كنقولوا الإنرجي والقوة، وهذه القوة كتجتمع في باطن الأرض، ومع واحد كتدوز واحد 50 عام ولا هكذا كيوقع واحد انكسار، لأن الضغط المجي، لأن حنا في جهاد أكادير كاين واحد باقي الآن ديك التباعد بين القارة الأمريكية والقارة الإفريقية، أي كاين واحد التباعد، هذاك كنقولوا التباعد كيعطي هاد الفوالق اللي كتسمى لي فاي ترانسفورمونت اللي في المحيط الأطلسي، أي ساعة ساعة كتنكسر، بحال اللي وقع كيوقع في الشمال المغربي في الحسيمة. لا نفس 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 السيناريو، نفس غير هو في الحسيمة في الشمال المغربي كاين التقارب بين أوروبا والقارة الأوروبية والقارة الإفريقية، وبالنسبة لأكادير كاين تباعد بين القارة الأمريكية والقارة في المحيط الأطلسي. إذا هذا زلزال كان قوي صراحة، وخا حنا انا في مراكش حسينا به مزيان، ولكن الحمد لله دازت الامور مزيان. غادي يكونوا بيان سور تاع مرتدات، غادي يكون اقل وهذا بالضبط. يعني كيف يمكن ان نتوقع الساعات او الايام؟ اي غادي تكون على حسب المرتدات، غادي تكون بما انه انتشر في المغرب كامل، اذا القوه ديالو هبطت، غادي تكون اقل من 7 درجات، اي 6، وهذاك حتى وجميع الخبراء الذين يعني اتصلنا بهم كلهم يعني وانتم كذلك تؤكدون بان ما سيكون من ارتدادات لا قدر الله سيكون وقعها خفيفا. اي كما وقع في تركيا اخيرا، كانت 8 ومن بعد هبطت 7 ومن بعد 5، حتى كيتقاد هي كان حتى ديك الانفجار حتى كيتقاد ديك الضغط كيتقاد، وكتعاود خاص واحد الوقت كبير، واحد 50 عام اخر ولا 60 عام، عاد كيجتمع عاود في الفالق لينيرجي. دونك هذا الزلزال كان منتظر منذ سنين، كنا كنتظروه، كنا كنعرفوا بان لا فايده كالسيدة كلاسيك ديال اكادير غادي تنكسر، غير هو ما كنعرفوش فين غادي تنكسر، ما خاف اكادير انكسرت في البحر، اي قرب اكادير هذه المره انكسرت بين اكادير ومراكش. شكرا جزيلا لك استاذ محمد. مرحبا استاذ في علم الجيولوجيا بجامعه عبد الملك السعدي، كنت معنا مباشره من مدينه اكادير.